بداية، كيف تتابع هذه الضربات الروسية القوية التي تستهدف كييف وغيرها من المدن الأوكرانية؟ يتحدثون بأن 80% من كييف الآن بلا مياه نتيجة هذه الضربات الصاروخية، وأن هناك 350 ألف منزل بلا كهرباء، فبماذا تعلق؟ حقيقة هذا الموضوع مثل ما فعلت روسيا في سوريا عندما قامت بتدمير البنى التحتية، حاليا هي تقوم بتدمير البنى التحتية من محطات المياه والكهرباء والمدارس والجامعات والمصارف وكذلك الجمعيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى كل الدوائر الرسمية والحكومية في أوكرانيا، لعدم مقدرتها على مواجهة الجيش الأوكراني ولعدم مقدرتها على مواجهة الآلة العسكرية الأوكرانية أو حتى الشعب الأوكراني. لذلك هي تتجه واتجهت فعلا إلى محاربة أوكرانيا من خلال تدمير البنى التحتية. قصف كييف بالأمس واليوم أدى إلى تدمير شبه كامل لمحطات المياه ومحطات الكهرباء، بالإضافة إلى توقف العمل وتوقف الحياة البشرية في مدينة كييف العاصمة، إضافة إلى العشرات من المدن والبلدات. الخسائر العسكرية لروسيا جعلها تثور وتعيش في حالة من الغضب والهيجان في وجه الشعب الأوكراني المتماسك مع القيادة العسكرية. القيادة العسكرية والجيش الأوكراني صاحب المبدأ والهوية والهدف والإيمان، إيمان كبير بقضيته، إيمان كبير بوطنه، إيمان كبير بطرد الغزاة الروس. الروس لا يملكون أي دافع حقيقي من أجل مواجهة هذا الجيش الأوكراني، لذلك اتجهوا إلى تدمير البنى التحتية وخاصة الأمور المهمة في الحياة اليومية، منها محطات المياه والكهرباء والمدارس والجامعات وكذلك مستودعات الأغذية، إضافة إلى المشافي.